ممكن الشعب الجزائري ما على بالوش باللي مؤسسة جزائرية ما قلعتش الجنسية الجزائرية الحركة، وتعرفوا علاه ولا لا؟ باه ولادهم يقدروا يديروا يخدموا جواز جزائري في القنصلية في الخارج، على بالكم بها؟ يعني قبلنا قبلنا الحركة. سؤال واضح، انت راح تهضر الآن على النية. لا مش النية، قانون قانون قانون، يعني جزائر جزائر. انت راح تهضر على قانون بصح ما تقدرش تعرف نية تطبيقه. ماهيش نهضرك على النية، انا شوف جزائر فيها مؤسسات وعندها قانون اللي راه فوق الجميع. سؤال واضح، الحركة سي راشد ما نقبلوهمش، ولكن ولادهم عندهم أسبور جزائري. اسكو عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق؟ هذا هو السؤال، اسكو عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق انهم يدخلوا الجزائر؟ بالنسبة لهم يدخلوا. شوف على بالك بها ولا لا؟ كل ابناء الحركه راه يدخلوا في الجزائر ب 62، على بالك بها؟ ايه انت مرحبا بهم، انت كرئيس كرئيس جزائري نحترم جزائري، مرحبا بهم، هما راهم اولاد الجزائر. راني نهضر لك على ابناء الحركه، مش الحركه، الحركه ما يدخلوش يعني، بس اولادهم وبناتهم مرحبا بهم. حتى اذا ثبت على واحد انه يعني عنده اشياء ضد الجزائر، يعني صرح باشياء ضد الجزائر، لو كان يقول حاجة خطيرة بالنسبة للجزائر، عندنا العدالة الجزائرية ينطبق عليه القانون. جيد. الإعلام لم يستطع هنا لم تستطع القنصلية الفرنسية أن تترك مواطن بحوزته جواز سفر فرنسي يختطف، لأن فرنسا تحامي على مواطنيها. الجنسية الفرنسية، وأنك في المقابل تفضلين البقاء في هذا الجزائر. ليس سر هذا نعم هذا ليس سر، أنا عندي الجنسية الفرنسية منذ تقريبا 20 سنة، وقعدت في الجزائر لأنني أردت النضال من أجل الجزائر. أنا يا بقلاتش الجنسية الحركة بلعتهم باه يديروا بطاقة الوطنية ولا باه يديروا الباسبور تاعهم، باه ولادهم يكون عندهم الحق باه يطلبوا هذيك البطاقه الوطنيه الجزائريه والجواز السفر الجزائري. Pourquoi l'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux Harkis en 1962 pour une raison très simple. La responsabilité légale des Harkas n'est pas transférable à leurs enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont pas trahi l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie a simplement empêché les Harkis de renouveler leur papier d'identité, c'est-à-dire obtenir une carte d'identité ou un passeport dans les consulats algériens à l'étranger, de façon à ce que leurs enfants puissent avoir le droit d'établir une carte d'identité algérienne et un passeport algérien. Donc ce qu'essaie de faire,